خيار الشعب، مدنية خيار الشعب. شكرا لكم ونخليكم مع العرض المسرحي. الدراميين حاجة اليوم عمل مسرح Thank you.
كلنا والمنجون جاهزين وجونا بجاي وندخل في الحلة ورجالة وتكون أبو باب واللي سلينا باب وندخل ونلقى حاجة كبيرة تقول لنا أبو الموضة دي وصفوا الموضة دي وجيبوا تلفونات ونبيعوا تلفونات من السودانيين عشان نحن نصور لكن لما بيضربوا الناس ويقتلوا في الناس وبيضربوا في الكبار لا تنسوا المبادرات ونبدو نخال ليس المظاهرات في الحلة دي وهجمونا بوبان لقينا لك باب فاتح جرينا عليه سيد الباب شوي باب الباب في وشنا ما عرفكم معلوم والله قفلة الباب في وشنا الكجر هجمونا ليه عندي محتاجين ولقينا المحامين أحضرت من الوقت عندي يا ما هي تستمرون لنا